السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة The Tech Teacher. في الفيديو اللي فاتت كنا شفنا البرنسيب تاع الفورم بايندينغ، شفنا بلي كان عندنا وان واي بايندينغ اللي هو اني نبدل في جافا سكريبت بصح ما يتبدلليش في HTML لهنايا، وعندنا تو واي بايندينغ اللي هي كي نبدل هنايا بالفي موديل نبدل لهنايا يتبدل في جافا سكريبت، كي نبدل في جافا سكريبت يتبدل لهنايا. فوالا، في هذا الفيديو راح نشوفوا الايفنت هاندلينغ وراح نكتبوا اول فونكسيون تاعنا، راح نكتبوها لهنا، مازال ما تعاملناش قاع هذيك مع لي فونكسيون لهنا في هذه الميثودز، راح نتعاملوا معاها لهنا ونشوفوا اليوتيليتي تاع هذه الميثودز لهنا. الايفنت هاندلينغ في الفيو جي اس معناتها كي صرا ان ايفنت باغ اكزومبل كليك ولا ان شونجمون يتولي نعرفوهم في الجافا سكريبت كي صرا انتريتمون. انا يا باغ اكزومبل دوكا راني في الفورمولا باش نستعملوا الفورمولا اللي كريناها في الفيديو اللي فاتت، راني حاب كي نكليكي في هذا البوطون يصرا اليرت لي زانفو هذوما باغ اكزومبل اللي كتبتهم لهنا، يخرج ان اليرت ان بوكس اليرت مكتوب فيه هاد لي زانفورماسيون اللي كتبتهم انا لهنا. دابور نروح نكري لا فونكسيون تاعي، نبدل هادي هي الاخر alert my info، alert my info هادي alert my info واش راهي راح دير ان alert alert my name is plus this point which no my info point name haka on bada nzidu la anti slash n on bada my age is nzidu la my info h انا درنا اون كونكاتيناسيون تاع لي شان تاع الكاركتر، هادو هما سي دي شان دو كاركتر ديس هنايا برك عفوا ديس بوان معناتها شغل تاع لانفورماسيون لاي في لانستونس في جي اس هادي تاعي، نقلو اليرت ماي نيم از ما دادت اون كونكاتيناسيون معاش واش مع هاد لا شان تاع الكاركتر هي هادي بلوس اونتي سلاش ان باش نخلفو صدر بلوس ماي ايج از وزدت درت اون كونكاتيناسيون، معناتها هنا كي تاكتيف هاد لا فونكسيون راح يصرا هاد لو تراتم. كيفاش نكتيفي هاد لا فونكسيون؟ نقولو هنايا كيفاش نديرو؟ هنايا عندنا اول فاصل ندير في اون دو بوان ونسمي اسم ليفينمون تاعي سوا كليك سوا تشينج سوا اللي نعرفهم، هادي لا بروميير فاصل. في اون كليك واش دير؟ دير اون فونكسيون، وشنو هي لا فونكسيون؟ هي هادي لا ميثود هادي، معنتها انا كي نقولو في اون كليك يروح ياكتيفي لي اون فونكسيون لهم من وحده من هادوك اللي راهم داخل الميثود. هايليك في اون كليك alert my info، معناتها هنا كي كليك على البوطون يروح يدير هاد لا فونكسيون هادي اللي راهي نجو نشوفو ونسيوها لهنا. يروح بادر اي زعما فوالا ماي نيم از عبد القادر ماي ايج از فندر، رانا دينا هادوك لي زانفورماسيون وافيشيناهم في الاليرت تاعنا. هذا شغل انتريتمون بازيك، نقدروا هاد لي زانفورماسيون نديروا بهم اي تريتمون نحبوه، نقدروا نديروا اون فونكسيون تبعتهم تبعت لنا هاد لي زانفورماسيون باش نقدروا نديروا نحطوهم في لا باز دي دوني، نقدروا نديروا عندي تريتمون كيما نحبوا لهنايا. المهم انا شفنا كيفاش نديروا الايفنت هاندلينغ، معناتها كي نكليك على ان بوطون ناكتيفي اون فونكسيون، سواء قلنا نديروا هكا في اون سواء ندير ديريكتومون هنايا هكا اروباز كليك. كي ندير اروباس كليك كيما كان كتبت في اون كليك، ندير اروباس كليك كيما كان كتبت في اون كليك، ندير لهنايا زعما قادر يونس فاندرو كيف كيف او صرا نفس اللي تراتو ماي نيم از عبد القادر يونس ماي ايج از فاندرو. فوالا رانا شفنا كيفاش نديرو الايفنت هاندلينغ في الفيو جي اس، كيفاش نكتبو عندنا قلنا اروباز اسم ليفالمون كليك ولا تشينج ولا اي عكسه، وعندنا على حسب لا سيتياسيون رانا فيها، وعندنا نديرو ولا نديرو في اون كليك كيما شفنا مقبله. وهكا نكونو لحقنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش نديرو الايفنت هاندلينغ كيفاش نديكلونشي دي زيفالمون اي تو. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.